نتكلم عن الجنتل الان. رشيد الله يبيض وجهك على الدخوليه. على الدخوليه الله يطول عمرك. وانتم معاونينك صراحه قدمتوا ولا شيء. شكرا. ولا شفنا اي شيء. شفنا الدخوليه الحين تمدح ولا تسب. طيب انا بعلمك رشيد اسقاطه من 1000 نقطة تستاهل 800 نقطة. وش؟ 800 نقطة. ليه؟ بنا وش اللي ليه؟ وش قدمت أنت؟ تستاهل أبو طحوش تستاهل. صفقونه صفقونه ما تستاهل الطيب تستاهل الطيب. بالنسبة للمعاونين عليا اللبدان و نواف على 300 نقطة يستاهلون. حي العوض. نعم. ليه؟ حي العوض القدع. وتنقص على كيف؟ عندك 300 نقطة. اي برقصك على كيفي و300 اقدر احرمك منها. لا لا خلاص. اختار لك 300 عندك ثلاث اشخاص توزع لهم على 100 نقطة. صاح 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 قول صاح صاح عليك وعلى امك. حقرة بقرة مقص ترى ما بتقدر لك. حقرة اسلم حقرة بقرة مقص ترى الاخلاق وسط ها اوكي حقره بقره مقص جابر 100 حقره بقره مقص خلصنا قبل نسحبها طاهر اللي معك من اخترت الحين اختار احد بكره نواف نواف عقاب يستاهل شباب 100 نقطة من الجنتل النواف عقاب. طيب باقي لك اثنين محل ميسر يمري طاهر جبر وطاهر وجبر يستاهلون يستاهلون ورا بين وجهك يا ابو طاحوس. طيب عندنا 900 نقطة من الجمهوركم لكم يعني الواحد 300 ايه الواحد 300 900 نقطة مقسم على ثلاثة ها؟ ايه لا 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 حرام يعني حرام مع يعطيه 100 ويحرمه من 300 صح طاير بعين طاير بعين كل حطاير بعوين طاير فريق دعم ما يشتغل بعد الاسح ترد ابداح الحيم هذا اسقاط هذا اسقاط بس حين ابداح طاهر بعوين الله شفت ربع عجوة تلون عينك سلطان الإمام أنا أحلى من هجوة مغرب علي بن هادي الغايب الحاضر الغايب الحاضر ما أعتبره وصل الغايب الحاضر ما يحتاج يستاهل يستاهل لا دامه مستاذن يستاهل علي بن هادي طيب نقوم نعلن لكم الجنتل الجديد يلا بسم الله الجنات القديمين المفروض تعزلون لحالكم انت خالص تعال في قهوه حياكم الله لا 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 وين اهل ابو هادا طالبك اخر كلمه الصعب الصاع اخر وحده الصعب الصاع صاع قولوا صاع صاع عادي وانت تاخذ دونات بس لا هذه قله ادب تاخذ دونات وانا اعلن جايك من جايك من الحسنه ما تنتظر شوي لبيك طيب بالنسبة يا شباب هذه